إذا للوقوف عند استمرار هجرة الشباب العراقي للخارج والضغوطات الممارسة من قبل الاتحاد الأوروبي طبعا بالتعاون مع حكومة السوداني لإعادة اللاجئين العراقيين بشكل غير قانوني من أوروبا، ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أستاذ مظفر حياكم الله. بداية، يعني على أي أساس تقبل حكومة السوداني بالاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين العراقيين؟ هل هذه العودة الطوعية التي تحدث عنها مسؤول الأمن القومي في العراق أستاذ مظفر؟ مساء الخير أستاذ. مساء الخير، مرحبا بك. حضرات المشاهدين الكرام، حياك الله. بصراحة يعني بالبداية لنوه أنه هذه الاتفاقية غير شرعية، غير معروفة أو غير مفهومة أو غير مقبولة بالمجتمعات الأوروبية اللي تستقبل اللاجئين. طبعا هي هذه كلها يعني كلها تكون سياسه الدول. انا اتذكر بالتسعينات، بدايه التسعينات كانت سياسه الدول الاوروبيه استقبال كل اللاجئين كل الجنسيات تحت اسم الجنسيه العراقيه. كانت ضمن حمله تشويه صوره نظام صدام حسين. نعم. حكومه السودان الان من وراء الاطار عموما كل الحكومات المتعاقبة اللي جاءت مع الاحتلال وبعدها علمت على الاستسلام غير المشروط فيه. كل شيء يظل والغر حتى لو كان ضد إرادة الشعب أو ضد مصلحة العراق. هم يتقبلوها من أجل يعني من أجل تحسين صورتهم بالخارج. أستاذ مظفر، باعتبارك تعيش في أوروبا، كيف ينظر العراقيون اللاجئون والمهاجرون اليوم للسلطات التي كانت هي السبب الأساس في هجرتهم؟ هل هناك استعداد من قبل اللاجئين والمهاجرين بالفعل للعودة إلى العراق؟ يعني أستاذ محمد، الآن قد لا أبالغ إذا ما قلت أنه العراقي ما قدم أي أرض خارج العراق، خارج الحدود العراقية، راح يشعر بنسائم الحرية ونسائم العيش الكريم. نعم. فما بالك يوصل لاوروبا ودول بعدين هذه العوائل اللي ترسل يعني الحكومات اللي تستقبل اللاجئين تحاول اول شيء تبدي مع الاطفال، تجذبهم مدارس، يتعلمون اللغه، يندمجون بالمجتمع، فراح يكون صعب عليهم قلع الاطفال من الجذور من جذورهم. نعم. بعدين العراقي من يطلع من العراق يعني يحس انه كتب له عمر جديد من لما طلع من القتل المجاني والفساد والمحسوبيه والقهر والظلم وعدم المساواه اللي يعيشوها العراقيين. ولكن استاذ مظفر، حكومه السوداني يعني تدعي ان العراق بات امنا، لذلك تدعو اللاجئين والمهاجرين الى العوده، كيف تقيم هذا التصريح؟ يعني بصراحه هي ادعاءات حكومه السوداني بان العراق اصبح امن هي للاستهلاك والدعايه رخيصة. يعني الغرب وأوروبا يعرفون بالضبط ماذا يحدث بالعراق. هي يعني ترائدهم وسائل إعلامهم وتقاريرهم الصحفية كلها تتحدث عن الميليشيات أنها توزع الموت بالتساوي على العراقي. والغربيين يعرفون بالضبط أنه العراق أصبح مثل الغابة، بها أقوياء يملكوا السلاح والميليشيات والأموال، هم يشيلون الوضع وهم اللي يسنون القوانين. يعرفون جيدا انه ماكو قضاء نزيه، اكو قضاء فاسد يشترى به القضاء في المحامين وتطبيق القوانين، تطبيق القوانين يتم بس على الضعفاء، بس على الناس اللي ما عندهم قوه. لذلك هذا الاتفاق اوروبي بتحسين بيساعدون بتحسين صوره حكومات الاحتلال حكومه السودان. استاذ مظفر، ماذا عن املاك الاف المسيحيين وغيرهم من العراقيين الذين استولت الميليشيات على أملاكهم؟ في حال عودتهم هل هناك ضمانات لإعادة أملاكهم لهم؟ أحسنت أستاذ محمد، يعني شكرا لحضرتك على طرح هذا السؤال. نعم. هذه مشكلة كبيرة ومعقدة جدا بالعراق ما بعد 2003. نعم. استولت الميليشيات على أملاك الأقليات المغتربين والمهجرين، واختاروا يعني الأماكن الباقية، الأماكن الزينة، البيوت الفارغة. ليش ماكو هناك ضمانات لإعادة أملاكهم؟ لأنه تم الاستيلاء عليهم وبلحظ تحويل الملكيات لهم. يعني أنا واحد من الناس اللي متضررين من هذه العصابات، وأتمنى من قناتكم الكريمة تكتب في مجال في وقت
قليل هذا الموضوع الشائق مثال عام يعني بصورة أوضح. طيب بالنسبة للناشطين والمدونين، هل هناك ضمانات لعدم تعرض الميليشيات لمئات الناشطين والصحفيين والمدونين الذين هربوا من بطش الميليشيات؟ هل هناك ضمانات محددة؟ أي ضمانات ما تأكيد للناشطين ومعارضين النظام راح يكون الموت انتظار داخل العراق. يعني حضرتك تتذكر قبل عام كانت هناك عشرات الضحايا العراقيين اللي توقفوا الجمال بردا وهم يحاولون دخول اوروبا عن طريق الحدود البولنديه البيلاروسيه. كانوا الجميع يعني متفقين على انه يختارون طريق الموت لعل هناك فرصه للنجاه، احسن ما يرجعون الى الموت المجاني اللي موجود بالعراق. الناشطين والتشرينيين اكثر الناس معرضين الى الاضطهاد الى القتل والى الموت بالعراق اذا ما رجعوا. أستاذ مظفر، يعني إذا لو فتحنا نافذة الحل، ما المطلوب اليوم من الاتحاد الأوروبي وأيضا من المنظمات الحقوقية؟ ما خطورة تخلي المجتمع الدولي وخاصة القارة الأوروبية عن التزاماتها خصوصا تجاه اللاجئين العراقيين في اتفاقية الهجرة الجديدة؟ ما المطلوب اليوم من الاتحاد الأوروبي؟ يعني استاذ محمد انا اعتقد انه الاتحاد الاوروبي يتوافق مع مثل حكومه الاحتلال القبطة، لكن من جهه ثانيه يعني ارى انه تفعيل دور المنظمات المدنيه منظمات حقوق الانسان الاوروبيه انه تعمل على حمايه اللاجئين، تقديم الدعم لهم. هم يملكون قوه هنا باوروبا ولهم يعني لهم صوت مسموع بالاعلام والناس تتعاطف معهم، لكن المجتمعات يعني يجب انه ابطال هذه الاتفاقيه الجديده، لان الاتفاقيه غاليه وغير نزيهه. يعني احنا بعمرنا 30 سنه بهولندا ما سمعت انه الحكومه الهولنديه ارجعت لاجئين يعني الا بتواصل مع حكوماتهم. استاذ مظفر، هل ان الاتحاد الاوروبي على درايه تامه بمعاناه العراق من حيث انتشار الميليشيات وايضا السلاح المنفلت خاصة الميليشيات التي تهدد حياة الناشطين والصحفيين في العراق، هل هي على دراية تامة بذلك؟ اي نعم، انا متأكد انهم على دراية بذلك، هم يعني يعرفون كل تفاصيل الحياة الموجودة في العراق والظلم والقتل اللي موجود في العراق، يعرفون كل شيء. استخباراتهم موجودة، مخابراتهم موجودة، تقارير الإعلام اللي توصلهم واضحة وصريحة بهذا الشيء. لكن يعني احنا على قولة المثل العراقي هو العبد من هو مولاه، أمريكا ما تريد هذا الشيء ينتشر، أمريكا تريد أنه تبين للعالم أنه مشروع الاحتلال بالعراق نادر والعراقيين يدعون بالديمقراطية والحرية والأوروبيين ما يقدرون يخالفون الإرادة الأمريكية. الاثنين يعرفون بتواطؤ من بلاس خاص ممثل الامم المتحده، الكل يعرفون انه العراق العراقيين يرجحون تحت الظلم الميليشيات. نعم. اذا ماذا تستفيد الدول الاوروبيه من عمليه اعاده اللاجئين العراقيين الى بلدهم؟ هل ان اللاجئين والمهاجرين يشكلون عبئا ثقيلا على الاتحاد الاوروبي استاذ مظفر؟ هم يعني في اخر سنتين اصبح العبء ثقيل جدا على الاتحاد الاوروبي. نعم. بعد وصول اللاجئين السوريين واللاجئين الافغان والان اللاجئين الاوكران اللي هم يعني خلينا نقول الشريحه المدلله الان في اوروبا. نعم. اللي يقعدون في فنادق طارئه، حكومات تصرف عليهم مصرف. نعم. جيب، لذلك يعني يحاولون يتخلصون من جزء من اللاجئين العراقيين عسى انه يقدرون يعني يشيلون الجهه الاخرى. من امستردام الصحفي والاعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لكم.